اهلا وسهلا بكم معنا. احنا بنحكي يعني قصص من السجن. المرأة العربية اللي كانت في السجن، كانت في واحدة يعني راحت على السجن، وهي في السجن يعني حكوا لها الكثير من القصص. يعني كل واحدة حكت لها قصتها، ليش هيك في السجن، يعني شو عملت لأنها راحت على السجن. واليوم بنحكي لكم يعني قصة امرأة اسمها عائشة. عايشة هيك، كانت متزوجة وعندها زوج يعني متسلط، يعني زوجها كان قوي كتير، وما بي ما بيخليهاش يعني بتروح ولا بتخرج ولا بتدخل، وشو ما عملت كان يعني بيقهرها. يعني كان متسلط وقوي، ويعني وكانت عنده رجولته كبيرة كتيرة. هيك المرأة يعني عاشت وكأنها يعني مشدودة، يعني مش عاشت في حريتها. قررت أنها بتروح على الكاهنة، يعني على الساحرة، مش نقول الساحرة، الكاهنة. راحت على الكاهنة وحكت لها، يعني الكاهنة شافت عندها بأن عندها مشاكل مع زوجها، عندها هيك عندها هيك. قالت لها يعني بنصحك، عندي لك حل. شو هو الحل؟ أنك بتروحي يعني بتعملي طعام، وبتقومي بتجرجريه، يعني بتحركيه بيد ميت، يعني واحد مات بتحركيه بيد ميت. هي المرأة بدأت بتفكر شو بعمل، يعني هيك شيء يعني مش طبيعي، بحرك بيد الميت شيء فظيع، ومين جيب الميت أنا، وشو من بديني من جيب الميت. فكرت المرأة، لأن يعني كل يوم كان يومها يعني أيامها كتير مع زوجها، يعني نكد وهم وقهر، ما كانش فيه ولا يوم. قالت خلاص انا بعمل اللي قلت عليه الساحر، وبشوف شو بيوقع. اخذت وراحت على، فكرت كتير وراحت على المستشفى. انا المستشفى كان في هناك، تعرفت يعني على خارج المستشفى، تعرفت على في ممرضة اللي كانت بتحرس على، كانت في ممرضة، وهي قالت على الممرضة اذا رحتي وحركت لي، يعني تحركي لي هالطعام اللي بصنع يعني بعدين اعطيه لزوجي، حركيه لي وانا بعطيك الفلوس، يعني الاد والاد والاد، يعني بعطيك دينار كتير وجنيهات وكل. الممرضة شافت وقالت يعني مش ما فيش مشكلة، شو بعمل يعني بخلطه بيد الميت، مش في، لان المرأة حبت بان زوجها يموت، لكن مش موت يعني حقيقي، موت معنوي، يعني ما بيضربها، ما بيقولها، بيخليها بحريتها. اعطت يعني الفلوس، يعني النقود لهك الممرضة. الممرضة عملت لها بيد ميت من 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 ثلاجة، يعني وين الميتين، وحركت لها هذا الطعام. اخذته واعطته لزوجها. زوجها على بعدين يعني مات حقيقة، يعني مات في الواقع. لما راحوا يعني الشرطة عندها يستفتروا ليش مات وهيك وهيك، وقدموها لي. هي حكت لهم شو قالها، يعني شو حكيتها. حكت لهم بان الكاهنة يعني الساحر قالت لها بتحرك هيك باليد الميت، وزوجها ما بيحدث له ولا شيء، يعني بيموت يعني معنويا مش حقيقيا. وهي راحت هي على السجن، والممرضة والساحرة راحوا الكل على السجن، وهذه حكايتها من السجن.